الأهلي يلقن الوداد درسا قاسيا في فنون كرة القدم ويفوز عليه في الشوط الأول 2-0 بهدف رائع لمروان محسن مبكرا في الدقيقة 4 وهدف ولا أروع لحسين الشحات في الشوط الأول. فاصل ونواصل مع ضيوفنا الكرام، أرجوكم انتظرونا. ونرحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط ولا أروع للنادي الأهلي. تحس ان انت بتكمل مباراه الوداد. صحيح، يعني شوطين تلعبوا في الوداد والنهارده الشوط الثالث نفس الشكل نفس الاداء، فريق واحد بس في الملعب في كل حاجه، في انتشار في الاستحواذ في الشكل الحلو في الاهداف. الاستحواذ 58% النادي الاهلي 42% الوداد. انا بقول لك هي في كل حاجه طبعا، في النظام في التنظيم نفسه الدفاعي في الشكل الهجومي في انتشار في الملعب، هو فريق واحد بس فريق النادي الاهلي في الملعب بسرعه دايما كده، لكن فريق الوداد لا حول له ولا قوه. صحيح. طبعا كلنا اتكلمنا وقلنا ما عندوش امكانيات هو يجاري النادي الاهلي، لكن اخطاء كتير عملها هنتكلم في ان شاء الله في نهايه المباراه، لكن تكمله لمباراه الوداد النادي الاهلي رائع في كل حاجه 2-0، واعتقد المباراه هيبقى اكتر من كده كمان. كابتن اسامه، السيناريو تكرر مره اخرى. ما فيش شك، يعني اداء غير متوقع من الوداد واداء بنفس التكمله للنادي الاهلي. الوداد قلنا سايب نص الملعب خالص للنادي الاهلي، وده اتكلمنا فيه كتير في الماتش الاولاني، مفيش حاجه اتغيرت. الجونين بيلعبوا على الاوفسايد بغرابه شديده جدا، بتيجي فيهم اجوان بسهوله جدا. اعتقد النادي الاهلي لو استمر على الاداء كده واللعيبه ما خدتش الامور بعدم جديه، ليه لا نجيب اجوان كتيره. احنا كسبنا قبل كده النجم الساحلي 6 في تونس، الكلام ده بيتكتب في التاريخ. فاللعيبه لازم تعرف كده، وان شاء الله اعتقد ان في لعيبه هتبقى ليها دور في الشوط الثاني. اعتقد ممكن وليد ينزل، بادجي، كهربا، الشيخ، كل دول ممكن ينزلوا، يبقى عندهم اصرار انه يجيبوا جوان. يعني المباراه واضح ان انتهت يعني بالضربه القاضيه، وداد لا حول له ولا قوه. صحيح. والنادي الاهلي يستطيع انه يعمل فوز تاريخي في الشوط الثاني. في الشوط الثاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، اداء مميز ونتيجه يعني كلنا كنا نتمناها من قبل المباراه، ولكن حدث الحمد لله رب العالمين. للمباراه الخامسه على التوالي النادي الاهلي بيأدي بشكل كويس، من حاجه تحسب لموسيماني، اداء رائع وبتنظيم وباداء رجولي داخل الملعب فنيا وخططيا وكل حاجه. لعيبه بتأدي بشكل كويس جدا، يعني هنستفيد بعد المباراه، ولكن انا بقول النادي الاهلي الخامس مباراه ان شاء الله ان شاء الله تكمل على خير، ويبقى اللعيبه كلها تبقى سليمه ان شاء الله. النادي الاهلي بيقدم واحده من اجمل فتراته. صحيح. من اول 2005. صحيح. من 2005. صحيح. من بعد سيزون 2005 دي واحده من اجمل فترات النادي الاهلي، ان شاء الله تكمل على خير ببطوله افريقيا يا رب، ونستفيد ان شاء الله في بعد المباراه باذن الله رب العالمين. كابتن هاني، اداء رائع وفوز مستحق. تحيه يا كابتن. تحيه طبعا. النهارده النادي الاهلي بيقدم سيمفونيه رائعه بصراحه، يعني النهارده احنا قاعدين بنتفرج قاعد بتتمتع، يعني ده يعني بصراحه يعني اللعيبه النهارده كلها، انا لا يعني انا لو متاكد ان مستر موسيماني لو دخل اوضه اللبس بين الشوطين وبص على اللعيبه ممكن تلاقي لعيبه كانها ما لعبتش الماتش. ليه يا كابتن؟ لان الكره هي اللي بتتحرك. صحيح. اللعيب ما فيش لعيب بيجري بالكره نهائي. مظبوط. لا هو ده هي دي الكره الحديثه يا كابتن، ان الكره هي اللي بتتحرك، ما فيش لعيب بيمسك الكره ويفضل يجري ويخبط ويعمل، هي دي، هو ده التغيير اللي الراجل عمله في النادي الاهلي. بستويد الهدف برضه المبكر فرق معانا، ده اللي انت قلته فرق معانا، ان احنا لازم احنا انا كسبان 2-0، ايه المشكله ان انا اجيب جول في بدايه المباراه؟ وده اللي حصل فعلا. وانت برضو كان عندك حته تفاؤل، ان الناس كلها كانت بتقول ان احنا 50-50. لا ناس متشائمه ليه؟ انا مش في ايه، ما نفرح ونتفائل، ده احنا كسبين 2 هناك. بالظبط. انت زي ما كابتن اسامه قال، انت ممكن النهارده تعمل سكور تاريخي للعيبه وللنادي الاهلي، يعني اللعيبه كمان باذن الله رب العالمين. فانا شايف ان النادي الاهلي ممكن هيجيب الثالث والرابع ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. هنشوف جول الشوط الثاني يا كابتن علاء. الشكل بيقول ده اكيد للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد للاهلي. ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه، ما فيش شك، واعتقد اللعيبه اللي هتنزل هيبقى عندها دوافع. تفتكر هيبقى في تغيير مبكر؟ اعتقد هيغير، مش ضروري في بدايه بين الشوطين، بس اعتقد 10 دقائق ربع ساعه ممكن هتلاقي تغييرتين على الاقل. واللي هينزلوا هيبقى عندهم دوافع، ان فيهم ناس كتير ما لعبوش كتير مع موسيماني، فيبقى عندهم يمكن دوافع اكتر حتى من اللي موجودين في الملعب. يعني ايوه ايوه.
كابتن عادل هنشوف جوال الشوط الثاني باذن الله. مش فارق معايا الجوال خالص، على قد ما فارق معايا ان احنا نكمل بنفس الاداء واللعيبه تكمل بنفس الطريقه اللي هي بتلعب بيها، وكل واحد بيلعب بنفس طريقته وشخصيته. الشخصيه هي اللي هتجيب الشخصيه والاداء هيجيبوا اهداف ثانيه، ويبقى مفيش اصابات ان شاء الله. ان شاء الله ما هيبقى فيه اصابات، ولكن الاهلي ان شاء الله بشخصيته وان هو فتح الجيم، الوداد فتح الجيم تماما، اعتقد ان الاهلي هيقدر يسجل ان شاء الله. هنشوف تغييرات الشوط الثاني، لازم لازم في الوقت ده كمان ناس تبدا يعني تدخل عناصر جديده في الفرقه. حتى لو مش هيضيفوا لك حاجه فنيه، ولكن يضيفوا لك فيما بعد ان هو نفسيا يبقى اللعيبه رجليها في الملعب، وان هي تاخد بشكل جيد دقايق اكتر، وتبقى زيها زي اللعيبه اللي موجوده، وانك تبدا كمان مش هقول اراحه ان احنا عندنا وقت المباراه القادمه، ولكن هتدي دافع للعيبه اللي موجوده ان هو كل الناس اللي بره عايز تلعب. يعني اتمنى الخمس تغييرات النهارده يتعملوا باذن الله ربنا ان شاء الله. كابتن هاني، لا انا اوقاتك الشوط الثاني التغييرات ولا الجول والتغييرات؟ لا هنشوف جول ثاني الشوط الثاني. انت قلت اعتقد بالنسبه للتغييرات النادي الاهلي، بس هي حته اللمسه الاخيره عند بعض اللعيبه لو بتتعمل صح النادي الاهلي ممكن النهارده يعمل سكور كبير جدا. بالنسبه للتغييرات انا شايف ان الراجل زي ما قلت لك كابتن ايمن، ان الراجل شايف ان اللعيبه التيم اللي موجود ده ما تعبوش، ان هو ممكن حد يفكر ان هو يغير حد فيهم. لا انا شايف ان الناس دي لسه هتكمل شويه، اقل حاجه تلت ساعه، وعلى اساس ان الراجل بعد كده يبدا يفكر في تغيير باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني ان شاء الله. فاصل سريع ونلتقي بكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الثاني، ارجوكم انتظرونا.